أيها الأصدقاء الأفاضل، مما لا شك فيه أن لكل ثقافة ولكل لغة ولكل مجتمع علاقته الفريدة والخاصة مع الكتاب. ففي سلطنة عمان على سبيل المثال هناك احترام كبير لإبداعات الشعراء والأدباء والمؤرخين، فشعراؤنا وكتابنا ومؤرخونا يؤلفون الكتب وينشرونها، لكنهم أيضا يشكلون عنصرا رئيسيا من تقليد عريق من التواصل الشفوي، ويشاركون في عملية اجتماعية بدأت منذ قرون عديدة تنتقل خلالها قصص الماضي وصوره من جيل إلى جيل. شأننا شأن فرنسا، نبقى ثقافة لديها اقتناع قوي بأنه لا يمكن لأحد أن يزعم أنه يعرف العالم دون الاعتماد على المعرفة والفهم الذي نستمده من الكتاب. فلا يمكن لأي منا أن يزعم أنه بلغ من الإلمام الوافي للأمور ما لم ينهل من المعرفة اللازمة لذلك، ويتسلح بالقراءة والفهم والاستيعاب ليصل إلى مبتغى. فالقراءة تشكل جزءا من تراثنا الثقافي غير المادي، وأعتقد أن بدونها لا يمكن المرء إلا أن يتوصل إلى فهم ضيق محدود للعالم والحياة التي نعيشها. وبدون الحصول على فهم واسع للعالم وثقافاته لن يكون بوسعنا أفرادا وجماعات أن نعمل بفعالية أكبر نحو خدمة الإنسانية وتحسين حياة من نخدمهم ونعمل من أجلهم. وهكذا إذا ستبقى كلمة اقرأ مفتاحا للمعرفة في كل زمان ومكان. لا يفوتني بالطبع الإشارة إلى جانب من الصلات الثقافية والمعرفية التي تجمع كل من سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، إذ يعود تاريخ هذه العلاقات إلى ما يناهز 400 عام، أي إلى منتصف القرن 17 كما أشار زميلنا في المقدمة. وما زال الشعب العماني حتى يومنا هذا يحتفي بالعلاقة التي استمرت عبر الأجيال مع فرنسا. هذه العلاقات الصديقة بحق التي أصبحت اليوم تنعكس وتتطور في مختلف نواحي الحياة ومجالات التعاون وبأبعادها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية. شكرا جزيلا.